يلاحق أفراد الأمن العراقي عشرات المتورطين بعمليات سرقة منظمة لأغطية الصرف الصحي في مدن عدة بالبلاد بعد اتساع الظاهرة التي سببت مشاكل مختلفة من بينها وفيات إثر سقوط الأشخاص وكذلك الأطفال في تلك فتحات المجاري، وكذلك تسبب حوادث للسيارات أيضا. وتتسع هذه الظاهرة، ظاهرة سرقة أغطية المجاري، في المدن التي تعاني من معدلات الفقر المرتفعة. ونشر مواطن عراقي مقطع فيديوي على حسابه لحادثة سرقة غطاء مجاري من أمام منزله، وبعد مشاركته مقطع الفيديو أخذته الصفحات المحلية الأخرى وشاركته ونشرته، وهذا أخذ صدى واسعا وانتقادا كبيرا لاتساع ظاهرة سرقة أغطية المجاري وبشكل كبير من قبل بعض الشباب المتمرسين والمتخصصين في سرقة أغطية المجاري. هذا باب بيتنا، وهاي تكرمون من هولا. البارحة موجودة الطبق وعادي، يعني من هولا رسمية. قعدنا الصبح ماكو حفرة وبدون طبق ولا أي شيء، حطينا البلوكات وهاي السوالف، صارت هيجي. ونريد إصلاح الدولة، البداية خلنا نصلح نفسنا، قال نصلح الدولة. الشعب اللي بوق قبق منهولة ما ينصلح هذا. تحياتي. هذا باب بيتنا، وهاي تكرمون منهولة. البارحة موجودة القبق وعادي، يعني منهولة رسمية. قعدنا الصبح ماكو حفرة وبدون قبق ولا أي شيء، حطينا البلوكات وهاي السوالف، صارت هيجي. ونريد إصلاح الدولة، البداية خلنا نصلح نفسنا، قال نصلح الدولة. الشعب اللي بوق قبق منهولة ما ينصلح. تعلن السلطات الأمنية العراقية من وقت إلى آخر اعتقال من تصفها بعصابات سرقة أغطية الصرف الصحي المعروفة شعبيا في العراق بأغطية المنهولات، ويلجأ سارقو هذه الأغطية إلى بيعها لمعامل صهر وإعادة تدوير المعادن الحديد، وبأسعار تصل إلى 100,000 دينار، تقريبا 70 دولار، ووفقا لوزن الغطاء ونوع المعدن وحالته. وكانت هناك الكثير من التعليقات حول هذه الظاهرة المتسعة في العراق، اخترنا لكم نماذجا منها ونبدأها مع هادي عليوي. يقول هادي عليوي في تعليقه على حادثة سرقة أغطية المجاري: المجتمع إذا ما يصلح نفسه أولا بالتربية والأخلاق ومخافة الله، خلي لا ينتقد الحكومة والسرقات الحاصلة بالمشاريع. إذا الشعب نفسه قاعد يبوق، شحال المسؤول؟ كافي معيب، اشقد جهال ماتوا بسبب هاي الحالة. منتصر قاسم يقول، منتصر في تعليقه: المفروض ذولا أعاقبهم وأذبهم بالمنهول اللي باقى والغطى مالته، يعني بشرفكم طفل يوقع ويموت على موت حضرة جنابك تستفاد فت 100,000 دينار؟ والله صرنا مضحكة وعيب وفشلة من العالم. سلمان شكر له تعليق يقول: يعني خجلة لما تشوف شباب بعمر الورد عايفين دراستهم ومستقبلهم ويبوقون بغطى المجاري، وهاي كلها برقبة الحكومة اللي ما عالجت الفقر والبطالة. ولو هذا ما يبرر البوق وإيذاء الناس، بس صارت ظاهرة بعد والله يستر. رؤية عبد الله تقول: أفضل حال يلحمون الغطاء الحديدي بالحديد اللي جواه حتى لا يبوقوه، ولا هم راح يجيبون آلة ويفتحون ويبوقوها وما يبطلون، والمصيبة الأطفال يوقعون بها خطير. الله يساعدهم ويرحم اللي ماتوا منهم.